كوسه ملعوبه الى مروان دا كوستا، برج المراقبه المغربي اللي يدل الاتجاه الى ناحيه اليمنى. نلاحظ الان تواجد عبد الرحمن العبود في خاطئ الكره بضربه كمان. جول جول، بدايه مبكره، الهدف الاول لضمك، الهدف الاول لابناء خميس مشيط. 1-0 في المباراه، 1-0 في المباراه، بدايه مفاجئه على فواز. واذا ضمك يسجل الهدف الان في هذه الاثناء عند الدقيقه الثانيه. لاحظ الكره، الكنترول السيء من مروان، غريبه جدا من دا كوستا، غريبه جدا من دا كوستا في هذه الأثناء. دا كوستا وبخطأ فادح لم يعتد عليه الاتحاديون أبدا، الكرة ذهبت إلى المرمى. وواحد صفر في المباراة، 1-0 في المباراة. كيف ستكون ردة الفعل الآن؟ كيف هي ردة فعل سيرا؟ سنشاهد ونتابع. الاتجاه بريو، مباشرة حاول فيها ماليانو، حاول فيها ماليانو، تقدم لعب الكرة بالكعب، مرت من خيمينيز ونقلت إلى روما. لاحظ الكرة، لاحظ اللقطة، الكرة من البداية لا يوجد تسلل، لكن لا أعلم ما إذا كانت الكرة طية. 1-1 في المباراة، ورجع مرة ثانية حكم اللقاء. ملعوبة إلى مروان دا كوستا، برج المراقبة المغربي اللي يدل الاتجاه إلى ناحية اليمنى. نلاحظ الآن تواجد عبد الرحمن العبود في خاطئ الكرة بضربة كمان. جول جول، بداية مبكرة، الهدف الأول لضمك، الهدف الأول لأبناء خميس مشيط. 1-0 في المباراة، 1-0 في المباراة، بداية مفاجئة على فواز. وإذا ضمك يسجل الهدف الآن في هذه الأثناء عند الدقيقة الثانية. لاحظ الكرة، الكنترول السيء من مروان، غريبة جدا من دا كوستا، غريبة جدا من دا كوستا في هذه الأثناء. دا كوستا وبخطأ فادح لم يعتد عليه الاتحاديون أبدا، الكرة ذهبت إلى المرمى. وواحد صفر في المباراة، 1-0 في المباراة. كيف ستكون ردة الفعل الآن؟ كيف هي ردة فعل سيرا؟ سنشاهد ونتابع. الاتجاه بريو، جول مارتينيز، لاحظ الكرة على طول مباشرة، حاول فيها ماليانو، حاول فيها ماليانو، تقدم لعب الكرة بالكعب، مرت من خيمينيز ونقلت إلى روما. لاحظ الكرة، لاحظ اللقطة، الكرة من البداية لا يوجد تسلل، لكن لا أعلم ما إذا كانت الكرة طية. 1-1 في المباراة، ورجع مرة ثانية حكم اللقاء. ملعوبة إلى مروان دا كوستا، برج المراقبة المغربي اللي يدل الاتجاه إلى ناحية اليمنى. نلاحظ الآن تواجد عبد الرحمن العبود في خاطئ الكرة بضربة كمان. جول جول، بداية مبكرة، الهدف الأول لضمك، الهدف الأول لأبناء خميس مشيط. 1-0 في المباراة، 1-0 في المباراة، بداية مفاجئة على فواز. وإذا ضمك يسجل الهدف الآن في هذه الأثناء عند الدقيقة الثانية. لاحظ الكرة، الكنترول السيء من مروان، غريبة جدا من دا كوستا، غريبة جدا من دا كوستا في هذه الأثناء. دا كوستا وبخطأ فادح لم يعتد عليه الاتحاديون أبدا، الكرة ذهبت إلى المرمى. وواحد صفر في المباراة، 1-0 في المباراة. كيف ستكون ردة الفعل الآن؟ كيف هي ردة فعل سيرا؟ سنشاهد ونتابع. الاتجاه بريو، مباشرة حاول فيها ماليانو، حاول فيها ماليانو، تقدم لعب الكرة بالكعب، مرت من خيمينيز ونقلت
ياتي لاروما، لاحظ الكره، لاحظ اللقطه، الكره من البدايه لا يوجد تسلل، لكن لا اعلم ما اذا كانت الكره قيه. 1-1 في المباراه، ورجع مره ثانيه حكم اللقاء.